لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير كاملين وفي صحه جيده يا ربي. بغيت نشارك اليوم معكم وصفه ديال الشعر. تبارك الله كتطولوا، يعني وما كيبقاش مقصف، وديك التهرس ديال الشعر ما كيبقاش فيه، وكيرطبوا مزيان. هاد حب برشات غندوزو للمقادير. عندنا بصله وحده، وكاين حب برشات، هو هذا. كتشدوا حب برشات كطحنوه، كتنقيو له فيه شي حجر كتنقيو وكتطحنوا حب برشات. كتشدوا البصله، ان شاء الله انا غنشارك معكم كيفاش. كتشدوا البصله، بعد ما نقيت البصله غادي نحكها هاد الحكه الرقيقه. تبارك الله البنات راه ما كتخلي لا قشره لا والو في الشعر، وكيطوال تبارك الله على هاد حبرشات، وكيرطاب كيطوال وكيرطاب حبرشات مزيان للشعر. الا بغيتو شعركم يطيا بحال هكا، كنحكو هاد البصله كامله وكنشدو عير الماء ديالها هو اللي كنديرو. دابا طحنت البصله غنصفيها، وكنديرو هاد الحلبه تا هي غنديروها مع شي معلقه ونص ولا جوج د المعالق، غنديرو مع حب برشات تا هي مزيانه للشعر، تطولو ومزيانه للشعر، زوينه بزاف، تترطب الشعر وكطولو، مزيانه للوجه، مزيانه لكل شيء تبارك الله. الحلبه راه مزيانه تا هي، غندخلوها في حبس. دابا بعد ما نقيت الحلبه درت معلقه ديال الحلبه، بسم الله قلبت وش حب برشات، نزيد معايا الحب، درت 3 معالق ديال حب برشات، صفيت البصله، هو هذا الماء ديال البصله. دابا غنطحن هاد الطريق، غنطحن الحلبة و برشات. نطحنو مزيان هاد الخليط، هاد الحلبة و حب برشات. نتوما البنات إلا كانت عندكم تا زريعة الكتان ديرو تا هي منها شي معلقة ولا جوج، تا هي زوينة تا كترطب الشعر، وتا هي راه مزيانة للشعر. وهاد حب برشات راه ملي كديري لشعرك بحال كيراتين، ملي كديري هاد حب برشات لشعرك هو الحلبة بحال كيراتين. ملي كتبغي ديريه طحنيه مزيان، يعني ما تخليش ما مطحونش مزيان، كيشد في الشعر، طحنيه مزيان تيولي مطحون بحال الفورس. عاد ديري لشعرك، أنا دابا غنبقى نطحن فيه تيطحن مزيان. صافي عليه، دابا غادي نغربلو، كتغربلو تيولي بحال هكايا. صافي دابا غندير الماء، نسيلو تبارك الله البنات، هاد الخلطة راه زوينة للشعر. كديريها وكتخليها في الشعر نص ساعة ولا ما كاملاش، يعني ولا كانت هاد الريحة ديال حب برشات ما بغيتيش هاد الريحة، شلي شعرك بالماء ديال الخزارة. كتبقاو البنات دلكو فيه مزيان، وقلت لكم ديروا الخزامة، ولا ما كانش عندكم الخزامة ديروا القرنفل. انا موجدة القرنفل غنتبخو في الماء ولا غنشلل بيه شعري. ها هو هو هذا، ما طحنتوش مزيان، غنصبو في شي جوج كيسان ولا 3 ديال الماء
وكنخليه كي يعني يتبخ تيتبق مزيان، وكنخليه تيبرد. وملي ندير هاد الوصفه نشلل بيه شعري، كتبقى الريحه زوينه في الشعر. وهذا البنات شوفوا كيفاش كيولي، كتبقى كيهبك كيتبق مزيان. هاد حب رشات الحلبه، ودرت فيه جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان بحال جوج كيسان ديال الماء ديال العلبه. نتوما شاط ليا هاد شويه ديال الماء حتى غنديرو. كتبقاي تضيفي ليه شويه 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 كدلكي بشويه بشويه، كتضيفي الماء وكدلكي حتى كيدلك مزيان هذا، وكيطلق هكا ما كيبقاش هكا. ندير هكايا خاصو يطلق. شوفوا البنات كيفاش والله عرفتوا هاد الوصفه للشعر، راه تبارك الله ما غتندموش عليها، غديروها راه تبارك الله راه زوينه للشعر، كيطوال وكيرطاب شعرك، كيطوال وكيرطاب تبارك الله. ديروا نتوما ديروا البنياتكم يعني راه زوينه، كتبقاي هكا دلكي بشويه بشويه. مازال لحقني انا كان هكايا كنخلط فيها، مازال كتدلك وكنزيد الماء كتطبق. شوفوا كيفاش كتولي. هانتوما البنات مازال بقى شويه مكعله، خاص هادشي ما يبقاش هكايا. هانتوما البنات شوفوا كيفاش دايره، كيولي الما ديالها فحال الما ديال ديك زريت الكتان، كيولي الما ديالها هاد حبرشات فحال زريت الكتان. هو راه زوين الشعر بزاف، تيرطبو كيطوال. البنات تبارك الله هانتوما كيفاش ولا، ومازال غنزيد هنايا لحد لي انا كنخلط وكيعقد في الما. كنزيد فيه كاس ديال الما ديال العنبة، مازال غنحرك مزيان هاد الخليط، حط رشات والحلبة والما. تبارك الله مزيان الشعر تيطولو وتيرقبو. تبارك الله البنات راه مغتندموش على هاد الماسك ديال الشعر، تبارك الله راه زوين بزاف وغير رطب لكم شعركم ويطولو. شوفوا كيفاش كيولي، وراه مازال الا بغيتو كتبقاو تخلطو وتزيدو الماء راه كيبقى يعقد. هانتوما دابا راه درت ثلاثه الكيسان، غير معلقه ونص ديال الحلبه وثلاثه المعالق ديال الحب رشات، عطاونا تبارك الله هاد الكميه كامله. هانتوما تبارك الله يديروا جوجات ويشيط. تبارك الله دابا نديرو انا وبناتي، خاصنا نبقاو نخلطو مزيان حتى ما يبقاوش يبان هاد الحبوب اللي فيه، هاد يعني تزيد تدار مزيان ما يبقاش. شوفو تبارك الله كي ولا، صافي دابا غنديرو شعري، نخلي شعري نص ساعة ونحيدو، وملي تنغسل شعري كنعاودو بالماء ديال القرنفل ولا الماء ديال الخزامة. يعني الا ما بغيتوش ديك الريحة ديال حب رشات تبقى ليكم في شعركم والحلبة، غادي تعاودوه بالماء ديال القرنفل ولا ديال الخزامة. راه زوينة هاد الوصفة اللي فيها بصلة يعني بصلة، وثلاثة المعالق ديال حب رشات، ومعلقة ونص ديال الحلبة. تبارك الله راه زوينة البنات للشعر. صافي دابا الوصفة ديالنا هي هادي، هانتوما راه كنديرو معلقة ونص ديال الحلبة وثلاثة المعالق ديال حب رشات وبصلة. إلا كنتو غديرو شي ثلاثة البنات ولا أربعة راه بحال مثلا هادي، غتزيدو عليها ديرو جوج بصلات وتضوبلو المقادير. حنا دابا غنديرو ثلاثة الناس، غنديرو هاد الوصفة. درت معلقة ونص ديال الحلبة، ثلاثة المعالق ديال حب رشات، يعني درت بصلة وحدة، درت ثلاثة الكيسان ديال الماء. هاد الكاس اللي كنعبر به راه كان بحالو بحال العبار ديال الكاس ديال العنبة.